حياكم الله مشاهدي الكرام في المساء وإلى العناوين. غضب الجالية الإثيوبية في إسرائيل يغلق شوارع رئيسة في القدس وتل أبيب اليوم الثالث على التوالي. رفض يهودي إثيوبي لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاههم بعد مقتل شاب على يد عناصر الشرطة الإسرائيلية. طهران تبدأ الأحد رفع نسب تخصيب اليورانيوم بمقدار يفوق البند المنصوص عليه في الاتفاق النووي، خشية دولية وأوروبية من تداعيات الانسحاب التدريجي الإيراني من الاتفاق الموقع. وروحاني يهدد بإعادة تشغيل مفاعل أراك النووي. أكثر من 136 إثيوبيا يهوديا تم اعتقالهم إثر إصابة 111 شرطيا إسرائيليا. أرقام تظهر في اليوم الثالث على التوالي لاحتجاجات الجالية الإثيوبية في إسرائيل والتي خرجت وأغلقت شوارع رئيسة في تل أبيب والقدس معبرة عن غضبها تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية بحق الجالية الإفريقية وعن استيائهم من قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب إثيوبي قبل أيام. قضية الجالية الإثيوبية في إسرائيل ليست وليدة اليوم، إنما تعود جذور إلى سبعينيات القرن الماضي حين بدأت الهجرة الإثيوبية لإسرائيل وأدت إلى خلافات كبيرة. فعلى مدار السنوات وفي أشهر متفرقة تمت الموافقة على هجرة بعضهم ليصل عددهم في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 140 ألفا يسكنون إسرائيل. منذ وصولها لإسرائيل نهاية ثمانينيات القرن الماضي وبداية التسعينيات، لقد ولا زالت الجالية الإثيوبية تعاملا عنصريا ومتعال من مختلف الجهات في إسرائيل. مصاعب اللغة والثقافة الجديدتين شكلت بالنسبة للكثيرين منهم صدمة لا تزال أثارها بادية حتى اليوم في الحياة الاجتماعية والأسرية، مع ارتفاع في نسب العنف والانتحار في أوساطها إلى جانب نسب البطالة العالية. عوامل شكلت ضغطا انفجر أخيرا مع مقتل شاب يافع آخر بأيدي الشرطة الإسرائيلية على صورة احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد وشلت الكثير من نواحيها، فيما تبدلت لهجة الشرطة ومعها قيادات الدولة من لهجة التطمين للهجة التهديد والوعيد. سنناقش جميع المسائل، لكن سنناقش موضوعا لا يمكننا تحمله. لن نقبل ولن نتحمل إغلاق الطرق واستعمال العنف والقنابل الحارقة ضد قواتنا وإحراق السيارات أو الاعتداء على أملاك المواطنين. نحن دولة قانون والجميع مطالبون باحترامه. الاحتجاجات الأخيرة سبقتها على مدار السنوات احتجاجات مماثلة ضد جملة من القضايا الحارقة التي يعاني منها أبناء الجالية، فبدءا من فضيحة رمي تبرعات الدم التي قاموا بها في القاذورات، مرورا بالتشكيك بهويتهم اليهودية على الدوام، إلى جانب عدم احترام ثقافتهم وتقاليدهم، وانتهاء بتعامل الشرطة العنيف معهم. أمور وإن تغير بعضها شكليا لكن جوهرها بقي على حاله، عنصرية ضد أناس ذنبهم الوحيد إنهم ولدوا سود البشرة. لا أحد يدعمنا ولا أحد يحقق جديا في القضية ويحاولون لملمة الموضوع. نحن لسنا قطيعا من الأغنام الذي لا يدرك أي شيء، فاللون لا يشكل علامة للتخلف، ولن نسمح للأمور أن تستمر على ذات المنوال، بل نريد حلا جذريا للقضية والعيش بمساواة أو أن الدولة لن تهدأ. أكثر من 140 ألف يهودي من أصول إثيوبية يعيشون في إسرائيل، بلد يغلب عليه مجتمع مركب من عشرات الجنسيات التي لقت فيها موطئ قدم لها هروبا من عنصرية واجهوها في بلدانهم الأصلية، لا لشيء سوى كونهم يهود، ليصطدموا بعنصرية من نوع آخر، عنصرية ترى بالعرق واللون أهم من دين وقومية تجمعهم. حول ذلك انضموا إلينا في الاستوديو السيد يوسي يونا عضو الكنيسة السابق، مرحبا بك معنا سيد يوسي. والسيد إلياس إنبرام الناشط السياسي وأيضا المحامي الإثيوبي، مرحبا بك معنا في الاستوديو. دعني أبدأ معك برأيك، لماذا وصلت الصورة إلى حد هذا الانفجار الكبير والتوتر فيما يتعلق بما يجري الاحتجاج الإثيوبي على مقتل شاب، ولكنه يأتي في خضم احتجاجات كبيرة تتعلق بسياسات الحكومة الإسرائيلية؟ قدمت استعراضا مثيرا جدا وجيدا في التقرير. قبل ثانية يجب أن أقول لك أننا حاولنا بعدة طرق أيضا عبر الحوار مع شرطة إسرائيل وحكومة إسرائيل، حاولنا بالاحتجاجات المحترمة مع المنصة والميكروفونات وقيمت لجنة لمواجهة لتقليص العنصرية، ولكن لم يحقق أي شيء. فلا
العلامة بفر إلا أن نشمر عن أذرعنا ونبدأ بالاحتجاج بشكل شديد أكثر. هذا ليس جديد أن هناك أنظمة في العالم تتهم المتظاهرين بالعنف، هذا جزء من الاستراتيجية نفهم ذلك، ولكننا لا نتأثر من ذلك. نحن نحب دولتنا بشكل كبير ونحب أيضا شرطة إسرائيل، ونريد أن تقوم أن تصبح شرطة إسرائيل أحسن. إنها مننا، إنها شرطتنا، ولكن نريد أن تكون شرطة أفضل وأكثر عدلا وأكثر تجاه مواطنيها. وظيفة الشرطة هو أن تحمي مواطني دولة إسرائيل وليس أن تهاجمهم، تحميهم من المجرمين وأن تحميهم من الجوانب التي تهددهم. نعم نحن نخرج للتظاهرات، لكن نعرف أيضا أن أي تغيير سيخدم كافة مواطني دولة إسرائيل يشمل المجتمع العربي. سيد يوسف، أنتقل إليك. المسبب بات واضحا لربما مقتل شاب إثيوبي عمره 19 عاما على يد عناصر الشرطة الإسرائيلية، ولكن هذه الاحتجاجات خرجت ليس فقط على مقتل الشاب، إنما بسبب كما يقال سياسات الحكومة الإسرائيلية. ما الذي يجري؟ ماذا تخرج الجالية الإثيوبية اليهودية غاضبة بهذا الشكل في شوارع إسرائيل، تغلق الشوارع، تحدث ضجة داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل العمل الإسرائيلي؟ ما خليني أعلق أنه الاحتجاجات ضد ليس فقط سياسة الحكومة، لكن بشكل عام موقف المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. ومقتل الشاب الأثيوبي هذا يعني خلينا نقول مشهد أقصى لوضع سيء، لظاهرة سيئة، وهي العنصرية ضد الأقلية الأثيوبية في إسرائيل. وطبعا بدأت سنوات قديمة، خلينا نقول أنه القبول للجالية الأثيوبية في إسرائيل نفسها كان قبول محدود، وفي البداية لا يعتبروا كأنه يهود شرعيين. ونرى أنه التمييز ضد الأقلية الأثيوبية ما زالت مستمرة في المدارس، في النوادي، في الجيش، في كل يعني مجال الإسكان، وهي يعني ظاهرة واسعة. والجالية الأثيوبية يعني خلال اليومين الأخيرة كانوا بيشعر باستياء، يعني شوف يعني عام 2015 كانت مبادرة في الكنيسة، أنا كنت يعني وقتها عضو في الكنيسة، أنه ستشكل لجنة تحقيق اتجاه هذه الظاهرة، ظاهرة العنصرية، وقت ما ضرب شاب أثيوبي اسمه داماس بيكادا، وهو ضرب يعني وهو يعني ضابط في الجيش، وضرب على اليد الشرطي. وطلبنا وقتها أنه تشكل لجنة حكومية تدرس المشاكل التي تعاني منها الأقلية الأثيوبية في إسرائيل، وحكومة إسرائيل وقتها رفضت هذا الشأن. الحين بيقولوا يمكن أنه في مجال لتشكيل لجنة التحقيق، وأنا لست متفائل. لما تهدي يعني الأمور يمكن أن نرجع إلى خلينا نقول نعالج الأمور كيف ما عالجناها في الماضي، ولذلك يعني هي معالجة مؤقتة في نهاية الأمر سيد يوسي. طبعا لا من شان هيك بقول أنه في مبرر لاستمرار الاحتجاجات من قبل القلية الأثيوبية، لأنه يريدون أن يشوفوا خلينا نقول نتائج، مش يعني كأنه الحكومة الإسرائيلية بتقول نحن معنيين بالقلية الأثيوبية ونريد أن نندمجهم إلى المجتمع الإسرائيلي وهو متساويين وأشياء من النوع. لا، خطوط ملموسة. هذا الطلب وهذا الطلب له مبرر شرعي واضح للغاية. نعم، أنتقل إليك من جديد سيد
إلياس، هل تعتقدون بأن هذا الأمر هو يعود أيضا في السنوات الماضية إلى سياسة واضحة، إلى تعامل واضح مع الأقليات؟ يعني الأقلية أو الجالية الإثيوبية في إسرائيل لطالما وجهت انتقادات بسبب ما يسمى تمييز عنصر ضدها من قبل الحكومة الإسرائيلية أو سياسات إسرائيل بشكل عام. حتى سيد يوسف ذكر نقطة مهمة بأن هناك من شكك بأنهم يهود أصلا وأن أصلهم لليهود في نهاية الأمر. كيف يمكن أن نقرأ كل ذلك؟ سؤال ممتاز. لابد لي أن أقول لك قصة قصيرة. عندما وصلنا إلى البلاد قبل 30 أو 40 عاما، نحن حبشيين، يعني تعرف نحن حبشيين فخورون بتراثنا وميراثنا. نحن يهود حافظوا على يهوديتنا 2500 عام، ونعتقد أنه في أفريقيا نحن أجمل من يكون، نبدو رائعين وجميلين وثقافة ممتازة. تحط الرحال في إسرائيل ليس أنك تتفاجأ من كيف يعملونك، بل إنك في صدمة، لا تعرف من أين هؤلاء الرجال البيض، ولكن تتعلم بسرعة أن العالم معقد أكثر. يوجد يهود روسيا، يهود المغرب، يوجد المجتمع العربي، يوجد تنوع كبير. تدخل إلى الأمور وتتم حكايتك. تفاجأ جاءنا في البداية هذا محتمل ومعقول، وحتى أن الشرطة الإسرائيلية ربما حتى لو كانت عنصرية في السنوات الأولى حتى تعرف على الثقافة هذا معقول، ولكن نحن منذ 30 سنة 40 سنة نحن إسرائيليون، بدنا لا يوجد أي فجوة ثقافية. عندما تفكك كل شيء أنت تفهم أن هناك يوجد مشكلة في الشرطة. وتعرف ما هي مشكلة الشرطة؟ أريد أن أقول لك بجملة واحدة ما هي مشكلة الشرطة. الكثير من الناس في سنوات الثمانينيات والتسعينيات كانوا يشاهدون أفلام سينمائية من هارلم، العديد من المصطلحات التي تدخل إلى الرأس، منها الكوشي الأسمر يذهب إلى الحديقة والعربي وغيرها. عندما يذهب هذا الرجل ليتجند للشرطة ويصبح تلك الطفلة الذي تلقى تربية كهذه من أهله ويراني أنا ويرى غيره، فكر أن الأسود أولا قبل كل شيء هو يصح التشكيك به. هذه ليست مشكلة أبناء الجالية الإثيوبية، إنها مشكلة الشرطي تستطيع أن تأخذه لطبيب النفسي. يجب أن تفعل شيء ما. هذه ليست مشكلة الجالية الإثيوبية، بما أننا نحن الأسياد في دولة إسرائيل، نحن جزء من الشعب هنا، ونحدد من سيكون في الكنيسة وفي أي سلطات تكون. نحن نطالب بتغيير عميق وجذري، وليس أن يتم ضمنا ولا أفكار بلجان شنة. كل شيء واضح ومكتوب. أدخل إلى الشرطة الإسرائيلية، ألغي فكرة البروفايلات التشخيص، وفهمهم أن مواطني دولة إسرائيل يحتاجون للأمن والحماية التي يجب أن يحصل عليها من الشرطة. بكل بساطة الأمر بسيط جدا، لا يوجد هنا محادثة شاي أو قهوة، بل أن يفضل عمل. بالنسبة للشؤون الأخرى، بالطبع أن كافة الأجهزة الأخرى مرتبطة. إذا قام الشرطي بإطلاق النار على طفل، على شاب وقتله، والقاضية تطلق سراحه ليس إلى الاحتقال منزل وإنما إلى فندق، بل إن هذا يدل على جنون معين. حتى في القضاء يمكن تستطيع تكون قادم وأن تفهم أن يوجد هنا حوار صعب، ويجب أن يكون هناك من يدفع الثمن وليس عدم تضليل هذا الوضع. لذلك أقول أن القاضي يجب أن تفهم ما تفعله، لأنها تحول نفسها لهدفا للاحتجاج. نحن نطالب بقضاة عادلين أن يعالجوا هذا إطلاق النار وإطلاق النار الآخرين، وليس فقط تجاه الجالية الأثيوبية، بل أقول أيضا تجاه المسلم العربي وأيضا البخاريين الشيشانيين وغيرهم. نحن شعب واحد نعيش سوية، لدينا ما يكفي من المشاكل التي تفرق بيننا. دعونا نتفق على أساس بالأساس على الأمن، لنساعد أحدنا الآخر. لسنا في هارلم، لا نعيش في هارلم، إنها إسرائيل هنا، ونحن هنا الحي الذي يجب أن يكون الأكثر هدوءا في الشرق الأوسط المجنون أجمع. طيب سيد يوسف، أنتقل إليك. لماذا تختلف الصورة مع الجاليات الإفريقية بشكل عام في موضوع الهجرة والتعامل، خصوصا عندما نقارن مع موضوع الهجرة الروسية مثلا؟ تعامل مغاير نوعا ما. الروسي عندما يأتي إلى هنا يأخذ مستحقات أخرى. يعني هذا شيء واضح، اللون يا أخي. اللون
هو مصدر المشاكل، واللون يعني مصدر المشاكل للمجتمع الإسرائيلي ليس للجالية الأثيوبية، لأنه العنصرية التي يعني نواجهها الحين هي يعني مشكلة إسرائيلية، هي غير يعني مشكلة يعني ليهود الأثيوبيين، وهذا لازمه تغيير كيف ما حكى صديقي العزيز إلياس، بأنه لازمه تغيير جوهري، تغيير جوهري يعني بشكل عام بالمجتمع الإسرائيلي بإكماله، يعني منهج التعليم وأشياء من النوع، وطبعا الشرطة نفسها أنه هنالك يعني لازم ورشة عمل وأشياء من النوع، يمكن يعني تدريس التعدد الثقافي والتسامح والمرونة وأشياء من النوع. الجالية الأثيوبية لها موقف يعني واضح، وهذا يجب أن نكون هذا موقف إسرائيلي، أنه هنالك لازم سيكون تغيير جوهري بالنسبة للتعامل الشرطة اتجاه الجالية الأثيوبية، وطبعا كيف ما قلت الاتجاه يعني المجتمع الإسرائيلي بإكماله. طيب ابقى مع سيد يوسف، سأعود إليك بهذه النقطة الهامة. أنتقل إلى مراسلنا بليغ صلاحدين المتواجد في مدينة تل أبيب. بليغ مرحبا بك معنا، ضعني في صورة الأجواء لدي خلال هذا اليوم الثالث من هذه الاحتجاجات، هل يمكن القول بأن حدة هذه الاحتجاجات والتظاهرات تزداد يوما بعد يوم؟ نعم مهند، أنا هنا متواجد في وسط مدينة تل أبيب، المئات ما زالوا موجودين هنا منذ ساعات بعد الظهيرة، منذ الساعة الخامسة تقريبا في إحدى الأماكن يعني التي يصل إليها العديد من السكان. حاولوا عديدا ومرارا وتكرارا أن يوقفوا حركة الشارع في وسط الشارع، لكن قوات الشرطة بالقوة قاموا بدفعهم إلى الرصيف فمنعوهم من ذلك. في الربع ساعة الأخيرة حتى كان هناك أحد الاعتقالات، وهو يعني باعتقادي وصل العدد إلى 6 اعتقالات حتى الآن فقط في هذا المكان معتقلين. يجب أن أقول أن المئات موجودون هنا وليس جميعهم، وهذه حالة خاصة من الممكن أن تكون في تل أبيب، ليس جميعهم من الجالية الأثيوبية، وإنما يوجد هنا أيضا منظمات يسارية، أحزاب يسارية، ويوجد هنا العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار، مختلف الأماكن، جاءوا لكي يتضامنوا مع الجالية الأثيوبية في هذا المكان بالتحديد. نعم بليغ، بهذه النقطة بالتحديد ما هو لسان حال هؤلاء المشاركين في هذه التظاهرات بشكل عام؟ الجالية الأثيوبية ماذا يقولون، ماذا يطالبون، وماذا عن الأحزاب الأخرى؟ ذكرت أحزاب يسارية، ذكرت أشخاص آخرون أيضا ليسوا فقط من هذه الجالية، هل هذا كله يتعلق بوضع الأقليات في إسرائيل بشكل عام؟ نعم بشكل عام، يعني بطبيعة الحال المناداة هنا تقول أن لون البشرة لا يجب أن يكون تهديدا للشرطة، فينددون بالعنف أو العنف ضد الشرطة. طبعا المنظمات اليسارية التي تحدثنا عنها ومنها حزب الجبهة، الذي طبعا حزب الجبهة ذي الأغلبية العربية، قادموا إلى هنا وأيضا نددوا بالعنف الذي يمارس من قبل الشرطة على الأقلية العربية أيضا، وليس فقط على الأقلية الأثيوبية أو غيرها من الأقليات. فالصوت واحد موحد بين مئات الأشخاص الموجودين هنا بالتنديد ضد العنف من قبل الشرطة الذي يمارس في المظاهرات، وأيضا كل قضية يعني كون لون البشرة بحد ذاته أو يعني أيضا الخلفية القومية التي يأتي منها الشخص في كل شجار موجود أو كل مشاحنة موجودة بين الشرطة وهذا الشخص يكون عامل لتسهيل الضغط على الزينات بحسب ما يقوله العديد من الأشخاص هنا، وكان يعني لون البشرة هو العامل لتسهيل الضغط على الزناد، وفي نهاية الأمر ممكن أن يؤدي إلى قتل أحد الأشخاص كما حدث مع سلمون. هنا يجب أن نقول أن عائلة سلمون في الساعة الأخيرة أيضا هي بذاتها قامت يعني المناداة بإيقاف المظاهرات، يقولون أنه يعني يجب أن نحترم 7 أيام هذه التي يعني يرقدون فيها ويتذكرون فيها طبعا سلمون، ويقولون يعني يجب أن نوطئ من درجة أو حدة المظاهرات. العديد من القادة في الجالية الأثيوبية يقولون نعم للاحتجاجات ولكن ضد العنف في الشوارع. طيب بليغ، بسؤال أخير، يعني دار الحديث عن مفاوضات ما بين مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وممثلي الجالية الأثيوبية، وأنت تقول بأن هذه العائلة تطالب بالتخفيف لربما من حدة هذه التظاهرات، هناك من يقول بأنه هذا يأتي ضمن ضغط لربما من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلى أين وصل هذا الملف؟ نعم
نعم، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء قام في ظهيرة هذا اليوم بدعوة قادة من الجالية الأثيوبية لكي يتحدثوا أو طبعا يتناقشوا بكل قضية التمييز المؤسسات والعنصرية المؤسساتية الموجودة ضد الأقلية الأثيوبية. هؤلاء القادة لم يصمتوا وقاموا برفض هذه الجلسة أو هذه الدعوة، وقالوا له إذا أردت أن تتحدث عن ذلك تع أنت إلينا، يعني أحضر نفسك وقم بالقدوم إلينا. ولكن وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان التقى مع قادة من الجالية الأثيوبية، وطبعا من خلال المناقشات تم الحديث عن زيادة عناصر شرطة من الجالية الأثيوبية، وأيضا عن تغيير وطبعا التحقيق بكل القضية التي حدثت، وأيضا يعني في مستقبلا التحقيق بكل قضية العنصرية التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد ذوي البشرة الداكنة، وبوجه الخصوص طبعا تتحدث عن الجالية الأثيوبية. إذا يعني هذه المظاهرة قالت كلمتها حتى الآن، ونستطيع أن نقول ذلك، قالت كلمتها. وهناك يعني جهات عديدة في الحكومة من السياسيين يجلسون مع قادة الجالية الأثيوبية ويقومون بمناقشة الأمور وكيفية سبل النضال وكيفية سبل حل هذه الأزمة. جزيل الشكر لك بليغ صلاح الدين على نقل الصورة من مدينة تل أبيب. أردت التعقيب سيد إلياس. أولا كما قال مراسلكم يوجد هناك تنوع كبير من المجتمعات المختلفة تشارك في التظاهرات، ولذلك وايضا في هذه القناه يجب ان نغير التعبير وبدل الاستخدام اصطلاح احتجاج المجتمع الاثيوبي او ابناء الجاليه الاثيوبيه، يجب ان تغير ذلك الى احتجاج ضد عنف الشرطوي من الجميع. وعندما نقطه اخرى، عندما تحدث عن مسؤولين كبار، من هم هؤلاء المسؤولين الكبار؟ لا نعرف من. اتصلوا بي وقلت لهم واضحا لا يوجد مكان للأحضان وللعناق وللخربطات، وإنما أعتقد أن مسألة طلب العائلة لأنها تجلس 7 أيام من عزاء، هذه لعبة معروفة لكي تهدئ الأوضاع وتخفيف الوتيرة والزخم، وحينها لا يمكن تجنيد الجميع. من نسبة لي يستمر النضال والاحتجاج طالما أن رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي لا ينظمان مؤتمرا صحفيا ليشرحوا لنا بالضبط وبشكل علني ما يرغبون بفعله في الأسبوع المقبل. لماذا تأخرت هذه الخطوة سيد يوسف؟ يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتم توضيح ما هي الخطوات القادمة لتهدئة الشارع الأثيوبي فيما يتعلق بما يجري؟ إغلاق طرقات ليس بالأمر الهين في إسرائيل لمدة 3 أيام. في البداية تجاهل من قبل الحكومة، يتأمل أنه سيكون تخفيف طبيعي للمظاهرات شيئا من النوع، وبعدين لما يرؤوا بأنه في استمرارية، يعني استمرارية بشدة لهالمظاهرات، كأنه يستقيدوا ويقولوا طبعا لازمنا انه نعالج المشاكل بشده بشكل رصين. لكن كيف ما حكيت قبل، بانه شفنا على مدار السنوات بانه هنالك عدم الاهتمام الشديد الشرعي في هذه المشاكل، وطبعا كيف ما قلت بدون خطوات ملموسة من قبل الحكومة أو إعلان أنه اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الحكومة، طبعا هنالك يعني مبرر أنه هالمظاهرات والاحتجاجات أن تستمر. ما هي يعني الاستخلاصات العبر من قبل هالحوادث التي تجري تكرارا ومرارا؟ هذا السؤال، كيف يعني الشرطي يعني بسهوله يطخ شاب اثيوبي؟ هل يفعل بنفس بالطريقه اتجاه شبان اخرين؟ هذه المشكله عميقه ولازمها علاج جوهري ملموس بدون أي تخفي بدون أي تجاهل. سيد يونا، ذكرت نقطة ذوي البشرة السمراء والبيضاء، ولكن هل يمكن القول أيضا بأنه يوجد إشكاليات أخرى؟ إلى أي مدى التخوف من خطر العامل الديموغرافي هنا في إسرائيل، وأن ذلك يخيم ربما على بعض سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الأقليات الموجودة في إسرائيل؟ هل هذا مرتبط أيضا؟ طبعا، لكن يجب أن يدركوا زعماء إسرائيل أنه إذا يريدوا أن إسرائيل أن تكون يكون مجتمع ديمقراطي حقيقي،
يجب أن حل هالمشاكل، يجب أن إسرائيل تصبح أكثر خلينا دولة التي تحترم التعدد الثقافي. هذا الضمان، يعني إذا تريد أن إسرائيل أن تصبح ديمقراطية قوية طبعا يجب أن تطبيق هذه القيم، القيم يعني المرونة، التفاهم، التعدد الثقافي. في هناك يعني زعماء بيفكروا أنه إذا هم يعطوا شرعية، يعطى شرعية للتعدد الثقافي، هذا معناه تفكك المجتمع الإسرائيلي. لكن بالعكس، إذا تريد أن السياسة المجتمع الإسرائيلي أن يكون قوي، اعتراف بالتعدد الثقافي، اعتراف بالمشاكل، اعتراف بالعنصرية، اعتراف ب سوء التفاهم بين الأقليات التي تكون المجتمع الإسرائيلي. هذا الشيء الضروري، وأنا لا أفهم، ليس هنالك هذا التجاهل وهذا سوء التفاهم من قبل الحكومة. سيد يونا عضو الكنيسة السابق، شكرا جزيلا لك، شكر موصولك سيد إلياس إنبار الناشط السياسي الإثيوبي وأيضا المحامي، كنت معنا هنا في الاستوديو. لم يبقى للوقت، أعتذر. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل هذا المساء، فابقوا معنا.